حالة تسلل، حالة تسلل كما يشير الحكم. المساعد الثاني عمر الجمل، شوفوا معي الإعادة، التمريرة يا عمر يا عمر، في اعتقادي بأن محسن ما كان متسلل. فرصة أخرى تاريخية تاريخية ضاعت من محسن، ولكن هكذا كان القرار من الحكم المساعد الثاني. شوفوا معي كوتشاب في اللحظة الأخيرة يتدخل وينقذ الموقف. آه يا محسن، كرتين والله بمشوارك الكروي كامل، مرة سلامات على مرمى الألمان. أكل الكرة الماضية بالتأكيد أنه الفيصل كان قرار الحكم المساعد الثاني. يا لها من فرص مرت، يا لها من مباراة كبيرة يقدمها منتخبنا الوطني أمام المنتخب الألماني. عرض كروي كبير، مستوى مشرف، ومباراة مثالية حتى الآن يقدمها منتخبنا الوطني أمام واحد من كبار العالم المنتخب الألماني. مانويل نوير، رغم من أنه مثل ألمانيا كثيرا، تجاوز 110 مباريات دولية، ولكن ما زال بعيد عن لوثر ماتيوس، أكثر من مثل المنتخب الألماني على مر التاريخ ب 150 مباراة دولية. ثم ميروسلاف كلوزا ب 137، لوكاس بودولسكي 130، باستيان شفاينشتايجر 121 مباراة دولية، وتوماس مولر الغائب عن مباراة اليوم لعب 118 مباراة دولية. هانز فليك أو هانزي فليك وحديثه مع اللاعبين حتى الآن لم يدفع بماريو جوتزي، في انتظار حضوره في الوقت القادم إذا سنحت الفرصة. أوليفر بيرهوف رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، كرة تعود للألمان من جديد مشاهدينا متابعينا الكرام. في اعتقادي بأنه يعني اليوم ألمانيا تتابع المباراة وهناك حالة من عدم الرضا ربما على المجموعة على هانز فليك، لأنه التوقعات بأن يعني يحضر انتصار سهل اليوم. نعم بالتأكيد هذا ليس مقياس إطلاقا، في النهاية هانز فليك يعني همه الأول مثل ما ذكرنا أن تبقى المجموعة كلها بأفضل حال، أن لا يتعرض اللاعبين لأي إصابة، لأن الإصابة الآن بالتأكيد تأتي إن حضرت في وقت صعب حساس جدا، وبالتالي يعني يرجو بأن يكون جميع اللاعبين بأفضل حال قبل بداية المونديال. كرة تعود مرة أخرى لصالح المنتخب الألماني، كي هافرتز مرت تستمر أمامي، المحاولة خطيرة ممكن، وهدف ألماني أول، هدف ألماني أول عن طريق نيكلاس فولكروك بعد معاناة طويلة بالنسبة للألمان في هذا اللقاء. الدقيقة 80 تشهد أول أهداف المباراة، هدف ألماني أول. شوفوا معاي الإعادة للكرة الماضية، هافرتز تدخل جمعة مرت الكرة الماضية، وبعد ذلك يعني المهاجم نيكلاس يواجه المخيري مرة أخرى، وهذه المرة ينجح في تسجيل الهدف الألماني الأول. هدف أول لصالح المانشافت. أيا كانت النتيجة النهائية، ولكن شايفين معاي هانز فليك، يعني ردة الفعل هذه تؤكد حقيقة بأن الرجل كان ينتظر هذا الهدف، وبأنه تسجيله لم يكن سهلا إطلاقا إطلاقا. برافو شباب، 10 دقائق تتبقى على النهاية، نواصل بنفس العطاء نفس التركيز نفس القوة. 29 سنة لنيكلاس فولكروك، ظهور الأول طبعا بالنسبة له مع المانشافت، ومثل ما ذكرت أنك تسجل في أول ظهور مع منتخب بلادك هذا أمر طيب. من أبناء نادي فيردر بريمن، لعب لأندية غوثرفورد، نورنبرغ، هانوفر قبل العودة لفيردر بريمن عام 2019. كوتشاب
للألمان. كرة منقولة مع هوفمان. هافارتز محاولات نقلات بعرض الملعب. كيرر إلى كوتشاب من جديد. المانشافت يعني الهدف ربما يعطي الألمان أريحية أكبر. تعادل بالنسبة لهم كان نتيجة غير جيدة بالتأكيد، لكن يحضر الهدف الآن ويعني نفسيا معنويا ربما يكونوا في حالة أفضل. تعود ألمانيا براندت كيرر لكن في التغطية زاهر، برافو زاهر، تعود لمنتخبنا الوطني. تحضير بشكل جيد، خطأ لصالح محسن الغساني، خطأ على جوليان براندت بعد تدخله الماضي. جوليان كرة تعود لصالح منتخبنا الوطني من الجهة اليمنى. جميل اليحمدي إلى حارب السعدي، أحمد الخميسي، عودة للوراء مع إبراهيم المخيني. كرة طويلة أمامية، محسن الغساني يحاول يحصل ولكن مانويل نوير يخلص الكرة الماضية في التوقيت المناسب. شلوتربيرك ناقلها لغونتر، تعود لمانويل نوير مرة أخرى مع كيرر من الجهة اليمنى. ألمانية المحاولة، هوفمان يعني المكاسب عديدة حقيقة من هذه المواجهة. كنا نتكلم فنيا، أعتقد أنها دفعة معنوية كبيرة للاعبينا قبل يعني خوض المنافسات القادمة المنتظرة أو أقربها طبعا بطولة الخليج القادمة بمشيئة الله في يناير القادم. ثانيا أعيد وأكرر الرسالة الجميلة اللي نوجهها للعالم اليوم، أنه لدينا منتخب محترم، لدينا لاعبين مميزين. هنا محاولة ألمانية من جديد، تتحضر لكي هافر تسدد ولكن المخيني، هدف ألماني ثاني ولكن حالة تسلل. نعم نعم نعم، حالة تسلل في الوقت الماضي وبالتالي يلغى الهدف الألماني اللي سجله نيكلاس فولكروغ. نشوف الإعادة، هنا التحضير في البداية، تسديدة كي هافرت ونسبيا أعتقد أنه كان متقدم المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ. هدف ألماني ملغي. كرة تلعب عالية أمامية الآن، محسن يحاول ولكن تتخلص منه مانويل نوير. تعود مع معتز لكن أقرب لساني. ساني كيرر للألمان من جديد. كوتشاب كرة بتعدي وبتمر، فيها رمي تماس. شوفوا الإعادة، الكرة الماضية محسن الغساني كان قريب جدا من الكرة الماضية ولكن نوير من جديد يبعد. الكرة مرة أخرى لصالح المنتخب الألماني، صافرة وخطأ للمانشافت كما يشير الحكم السعودي الدود الهويش. هانزي فليك نظرة على هذه الدقائق والتفكير الأكبر بالتأكيد في المونديال. في المونديال كيف سيظهر المانشافت وأين سيصل المنتخب الألماني؟ هل ينجح في تجاوز الظهور الباهت الباهت جدا في مونديال روسيا 2018؟ محاولة ألمانية مرة أخرى من الجهة اليسرى، مرور وتقدم، عرضية عالية للأمام مرت من الكل، ما زالت مستمرة. كيرا لساني وحدة بيسارة لكن ما تكمل، تتخلص في التوقيت المناسب، تعود إلى براندت. جوليان على طول ماشي، أحمد الكعبية تدخل. سلام علي أحمد يشكو من إصابة في هذه اللحظات بعد تدخله مع براندت أو مع هافرت. محمد رمضان، أنا واجهت ألمانيا في يوم من الأيام. عموما كرة بتعود مرة أخرى إلى كيميتش. كوتشاب للمانشافت، كيرر كرة معاه، عودة للوراء، كوتشاب من جديد. شلوتربيك يعيدها لمانويل نوير. كيميتش الآن، جوشوا كيميتش 27 سنة لكيميتش، طبعا 70 مباراة دولية، 5 أهداف، لعب نادي البايرن،
من اللاعبين الكبار المنتظر منهم أيضا الكثير في المونديال القادم. انتقل البايرن في 2015 قادما من لايبزيغ، لعب البايرن حتى الآن 216 مباراة، سجل فيها 22 هدف وحقق معهم 19 بطولة من ضمنها دوري الأبطال والسداسية التاريخية مع هانزي فليك في موسم 2019-2020. مجموعة من اللاعبين طبعا جل أو أغلب اللاعبين الألمان يحضروا مع البايرن كبير ألمانيا. رامي تماس، معتز صالح إلى حارب السعدي الآن، نقلة أمامية جميل يحاول ولكن سهلة مع مانويل نوير لصالح الألمان من جديد. نقلة في الجهة اليسرى، هوفمان إلى براندت، كوتشاب، كيرر للألمان من جديد. خلاص يعني المنتخب الألماني واضح أنه يفكر في أن تنتهي هذه الدقائق بهذا السيناريو. هانزي فليك تصور بأنه وقف على جاهزية كل اللاعبين، المهم أن لا يصاب أي لاعب في هذه الفترة. إعادة مرة أخرى للهدف الألماني، كان صعب جدا حقيقة على إبراهيم المخيني. نيكلاس حالة انفراد صريح، وبالتالي بالنسبة له كانت فرصة سانحة للتسجيل، بل مثالية وليست سانحة فقط. عموما آخر دقيقة ومنتخبنا في اعتقادي بأنه كسب كثيرا من هذه المواجهة بغض النظر عن الخسارة إن حضرت، لكن بيني وبينكم كان ودنا بصراحة بهدف تاريخي، هدف تاريخي في مرمى الألمان، لكن لم يحضر اليوم ومحتاجين بصراحة يعني بكل أمانة بين فترة وأخرى محتاجين أن نلعب مع منتخب عالمي بهذه القيمة. المكاسب عديدة يا جماعة، عديدة والله، فنيا وسياحيا معنويا جماهيريا. الوسط الرياضي متعطش لهذا النوع من الأحداث، لهذا النوع من المباريات الكبيرة. شايفين العدد الكبير اللي حضر اليوم، التفاعل الأيام الماضية الحديث من خلالها لم يكن إلا عن هذه المواجهة الكبيرة، وإحنا نحتفل بطبيعة الحال بالعيد الوطني 52 المجيد، وبالتالي يتزامن مع العيد الوطني هذا اللقاء. هنا الكرة العرضية العالية وللأمام تتخلص، يأتي يعني ضمن هذه الأيام اللي نحتفل فيها حقيقة في السلطنة بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا. مصعب المعمري بديلا لزاهر الأغبري، أربع دقائق إذن محتسبة كوقت بدل ضائع لشوط المباراة الثاني. إذن جميل هو من يخرج ومصعب البديل، محمد المسلمي أيضا ينزل في هذه اللحظات. كرة بتلعب عالية للأمام للألمان بالرأس، مرت من الكل، وقبل ذلك حكم المباراة يشير على وجود خطأ لصالح منتخبنا الوطني. كيرر المتقدم فكر في اقتناص الكرة الماضية لكن مرت، تعود فيها خطأ لصالح منتخبنا الوطني. ستبقى هذه المباراة للتاريخ بالتأكيد، 16 من نوفمبر من عام 2022، لقاء المنتخب الألماني وديا مرة أخرى بعد 24 سنة من اللقاء الودي الأول اللي جمعنا في 98. في تلك المباراة خسرنا بهدفين، وحتى الآن منتخبنا يتأخر بهدف نظيف. مانويل نوير، كرة بتعود ألمانية، المانشافت غير مركزة، تعود لصالح منتخبنا الوطني. أمجد الحارثي يلعبها طويلة،
تتخلص تعود كيميتش الى كوتشاب. ارشد حاول يضغط ولكن تعود المحاولة للألمان مرة اخرى. كيميتش الى كيرر كي هافرتز براندت نقلة امامية للألمان ساني حذاري من الهدف الثاني ساني مرة تقدم عرضية للأمام ولكن الخميسي برافو أحمد يبعد في التوقيت المناسب. الخميسي يبعد الكرة الماضية نعم فرصة كانت خطيرة للألمان. شوفوا معاي الانفراد من ساني حاول يمررها لكن ما مشت معالي هوفمان. ركنية للألمان خلاص نلعب في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء. المانشافت وركنية أخرى ملعوبة عالية للأمام بالرأس تتخلص تعود لمحسن الغسان يبعد الكرة ما زالت حائرة. خطأ لصالح محسن يشير على وجود حكم المباراة تحديدا على جونتر في الكرة الماضية. نبقى مع الكرة لمنتخبنا الآن أحمد الخميسي. منقولة سريعة المحاولة تعود لجوليان لكن أمجد يضغط. تأتي الآن مشاهدينا متابعينا الكرام صافرة الحكم السعودي محمد الهويش ونهاية هذا اللقاء الودي التاريخي الذي يجمع منتخبنا الوطني بالمنتخب الألماني بانتصار المنتخب الألماني بهدف البديل نيكلاس. وبالتالي نعم هي مباراة تاريخية كبيرة قدم من خلالها منتخبنا الوطني عرضا كرويا كبيرا أسعد به حقيقة كل الحاضرين والمتابعين لهذه المباراة ووجه أيضا رسالة للعالم بأن السلطنة تمتلك منتخبا كرويا جيدا في انتظار إن شاء الله أن يواصل هذه العطاءات في قادم المواعيد. والألمان بالنسبة لهم كانت البروفة الأخيرة قبل خوض غمار مونديال قطر 2022. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا في قادم المواعيد وأيضا بالتوفيق للألمان ولجميع المنتخبات المشاركة في المونديال القادم. مشاهدينا متابعين